مشاركة ديال المغرب بحال اللي كتعرفوا كان هناك مسار طويل منذ 15 سنة تقريبا، لأن كانت هناك يعني برنامج اللي كيرتكز أولا على تأهيل كل النوادي، كان 15 ديال النوادي على الصعيد الوطني كلها كتوفر على كل المرافق لمزاولة وممارسة هذه الرياضة بأحسن المواصفات الدولية. كان كذلك تأثير التقنية يعني من على المستويات، لأن حاليا المغرب كيشرف على التدريب ديالو إطار إيطالي من أحسن المدارس الرماية الرياضية في العالم. وكان كذلك المشاركة ديال المغاربة اللي تمت في عدة منتديات دولية واللي جعلهم أنهم يكتسبوا على خبرة عالية للاحتكاك بالأبطال العالميين. هذا اللي جعل على أن المغرب كان عنده يعني عدة إنجازات على الصعيد القاري الصعيد الإفريقي. كان تذكروا على أن الرامية مريغ ابتسام في سن بسكيت إنات حصلت في نوفمبر 2019 على الميدالية الذهبية وعلى البطولة الإفريقية، وهذا اللي كيأهلها للمشاركة ديال الألعاب الأولمبية ديال 2021. كاين كذلك عدة ميداليات بالنسبة للألعاب الإفريقية اللي تعقدت في شهر أغسطس 2019 في بلادنا، واللي كان المغرب حصل على 7 ديال الميداليات من أصل 15 ميدالية مخصصة لهذه المباريات، بالإضافة إلى طبيعة الحال الميدالية الذهبية اللي حصلوا عليها بعض الرماة الشباب كبوعين اللي حصل على الميدالية الذهبية في الصعيد العربي، واللي كيجعلها لأنه بمنافسة مع الأبطال العالميين اللي حاملين الألقاب أولمبية استطاع أنه ينتزع الميدالية الذهبية. إذن فهناك يعني عدة إنجازات، طريق لازال طويل، تحديات مازال بقية كبيرة، وحاليا كنرغبوا وكنطمحوا إن شاء الله على أنه في هذا المسار أننا ننخرطوا في المدارس ديال الرماية الرياضية على الصعيد العالمي.